taze taze. Al beni yemini diyor bunlar. Kavurma bunlar, kavurma, kavurma. Ciğer bunlar, ciğer, ciğer. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. كيف كتعرفوا المعالم التاريخيه ما بقاتش هي الوجهه الوحيده للسائحين في تركيا، انما اصبح السائحين العرب كيبحثوا ايضا على المنازل والقصور اللي كيشاهدوها في المسلسلات التركيه. ايضا العديد منكم كيشوفوا في المسلسلات هذا الطريق اللي كيمشيو على جانب البحر فكيسالوني عليها. غادي ناخذكم البلاصه ديال الديور الملونه، ايضا بلاصه فين كيصوروا فيها بزاف ديال المسلسلات التركيه، حي الفقراء اللي كتكون بزاف في المسلسلات. واحد المنطقه اللي زوينه احسن من الحي ديال البلاطلي ولا دابا معروف ولا اللي واحد الاكتضاد كتير. فغادي نوريكم بزاف ديال الحاجات، وغيكون هذا تتم الفيديو السابق اللي ما تفرج فيه غنخليه لكم الفوق. دخلوا شوفوه اللي كنا تكلمنا فيه على المنزل ديال العشق الممنوع، وايضا فضيله وبناتها. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على مسلسلات اخرى، واهم حاجه غادي نوريكم هذا الحي الزوين، وغادي نوريكم ايضا كيفاش يمكن لكم ديروا جوله بالبوسفور باقل ثمن بسعر الحافله اولا بالباص، بلا ما تدفعوا هذيك المبلغ ديال 75 ليره باش ديروا ساعه ونص جوله في البوسفور. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديروا ساعه ونص اولا ساعتين ديال الجوله في بوسفور باقل ثمن. خليكم معايا ان شاء الله في الفيديو باش تعرفوا التفاصيل. على بركة الله البارح كيف وريتكم الطريق باش تمشيو بالمترو والباص الى المنطقة ديال سارير. سارير فهي جات في الشمال ديال مدينة اسطنبول في الجانب الاوروبي ماشي الاسيوي. فيها 9 ديال المناطق اللي كتضم تقريبا واحد 38 حي كتطل على المضيق ديال البوسفور، وهي المنطقة اللي كيلتقي فيها البوسفور مع البحر الاسود. فيها واحد الجمالية، واحد الهدوء، واحد الراحة هنايا ما تصورش وما تخيلش لكم. مع الأسف كما قلت لكم الجو شوية كان مغمم، كان يوم ممطر، كانت الشتاء، داكشي علاش ما كانش الشمس، ما بانش لكم الجمالية أكثر، ولكن على الواقع ما نقولش لكم. فكما سبق قلت لكم في الفيديو السابق كنا مشينا بالمترو، بدينا من القصر ديال يعني الحب الممنوع او العشق الممنوع، ومن بعد بقينا كنتمشاو ورا نفس الشارع يعني، وحنا كنتمشاو على رجلينا حتى وصلنا لهذه المنطقه اللي غادي نقول لكم. ولكن فحال مثلا الا بغيتوا تجيو بالعباره يعني بالباطو، كتنزلوا نيشان، كتنزلوا في هاد المحطه ولا الاسكاليه اللي سميتها بيوغ ديري. بيوغ ديري شي هي هادي فين كتنزلوا فيها. هاد بيوغ ديري هي في الاصل منطقه سكنيه اللي هي هادئه، كتكون في الغالب من احياء اللي هي قديمه، واغلب المسلسلات كيتصوروا بزاف هاد الاحياء اللي كاينين هنا نظرا لواحد الجماليه ديالها، وزوينين صراحه الاحياء ديالها، غادي تشوفوهم وتكتشفوهم ان شاء الله معايا. فكما قلت لكم فهاد السنوات الاخيره شهدت بناء ديال الشقق ووحدات سكنيه اللي باهظة الثمن، ولكن هي في الاصل كانوا فيها يعني شقق اللي هما رخاصين يعني كما كنقول لكم احياء قديمه. فاصبحت الموطن ديال عدد من الكنائس، القنصليات، فيها القنصليه الاسبانيه الروسيه، وكاين حتى متحف ساد بيريكاني. وكتميز المنطقه بالعديد من الاماكن للجلوس بجانب مضيق البوسفور واحتساء الشاي، حيت غادي تشوفوا بزاف ديال المقاهي الجميله اللي كتطل على هذا البوسفور، البحر ديال البوسفور. كيف كتشوفوا هاد الماء هنايا راه ماشي نهر او لا واد، راه هو البحر كيمتد، حيت هنايا كاين بحال واحد القنطره اللي كيدوز منها الماء لتحت وجاي حتى المقهى. وهاد المقهى ايضا راه صوروا فيها العديد من المسلسلات التركيه. ما نعاود لكم على الجماليه ديال المنازل هنايا، على الهدوء اللي كاين، على واحد الراحه يعني بعيد على الازدحام ديال الاماكن السياحيه، على البلايص اللي كيمشيو لها كلشي. وايضا هنايا الاثمنه كيكونوا رخاصين يعني، كيكونوا جلسات اللي هما يعني كتجلسوا في هدوء بعاد على داك الصريخه وداك النهب، حيت دائما في الاماكن السياحيه كيكون الغلا، ودابا حاليا راه كلشي تزاد، كلشي غلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عليناش، كما كتشوفوا شوفوا الديور يعني التشكيل ديالهم زوين، كتحسوا براسكم في مدينه اخرى
ماشي في إسطنبول نهائيا. الناس بساط، الجور بساط، يعني جميل من غير أنه الفيلات اللي قلت لكم على يعني على الشارع. فهنا دابا دخلنا الأزقة، هذوك الديور البساط كما كتشوفوا هو حي، اللي هو كما كتشوفوا في المسلسلات دوك الأحياء اللي كيكونوا بساط، العائلات الفقيرة فين كيسكنوا، يعني الكوافر أو الحلاق ديال الدرب، المخبازة ديال الدرب، يعني هذاك اللي كيبيع الخضرة، بائع السمك كما كتشوفوا، هذا محل اللي كيدير دونير اللي شاورما كما كنقولوا حنايا. فالمنطقة زوينة صراحة، وحنا كنتمشاو وكان كل شيء كيشوف فينا لحقاش كنا يعني غراب. كما كتشوفوا هاد الزنقة دابا اللي غادي ندخلوا منها، راه كاين هنايا واحد الماركت سميتو سيتش، معاه غادي ندخلوا نيشان باش غادي ندخلوا المنطقه اللي قلت لكم مصور فيها المسلسل الشهير، مسلسل حب للايجار. ايضا كاين كارا بارا اشك، يعني الحب والاسود، وكاين اصطدام. هما بزاف ديال المسلسلات مصورين. هاد المنزل كما كتشوفوا هاد البنفسجي معروف، وكاين منزل قدامه حتى هو، الناس العشاق لهاد المسلسلات غادي يعرفوا. انا مع الاسف راه ما متبعاش هاد المسلسلات كامله، فقط مشات معايا الصديقه ديالي كما قلت لكم في الفيديو السابق ساره، اللي كنحييها مره اخرى. صراحه بلا بها ما كنتش غادي نمشي لهاد البلايص، وما كنتش غادي نعرفهم اصلا فين جاو، يعني كنت فحال الاطرش في الزفه يعني داخله. انا يا من غير كما قلت لكم المسلسلات اولا الوقت ديال المسلسلات صراحه ما متبعتش شي مسلسل غير هو. عجبتني المنطقه اكثر، وعجبوني المنازل، يعني الشكل ديالهم، الهدوء ديال البلاصه، هادشي اللي عجبني اكثر من يعني كونه فقط منزل شفته في مسلسل وغادي نمشي نشوفه تماك. اكيد كاين معجبين كثار اللي كيبغيو فحال هكا، كيبغيو يلتقطوا صور قدام المنازل ديال مسلسلاتهم الشهيره، ولكن انا كما قلت لكم عجبني الحي اكثر. هاد المنزل كما يبدو قالت لي بانه كان باللون الاخضر، ومن بعد عاوتاني صوروا فيه شي مسلسل اخر وبدلوا ليه اللون، يعني جوج ديال المسلسلات غادي تخبرني بالاسم ديالهم لحقاش كنساهم. فحاولنا نطلو نشوفوا اشنو واقع، لقينا باللي كان واحد القطه تماك ناعسه، لقينا بانه مهجور، يعني فقط كنظن انهم كيصوروا فيه، حيت كاينين منازل اللي كيكونوا هكا فقط كيصوروا فيهم، وكاينين منازل اللي كيكونوا ساكنين فيهم الناس وكيكريوهم يعني هذيك المده ديال التصوير. فهذا فارغ، يعني ما فيه حتى شي حد خاوي، ما ساكن فيه حتى شي واحد. وهذاك اللي قدامه اللي باللون البنفسجي هو اللي ساكنين فيه الناس يعني وداخلين. فهذا حاولنا نطلو ما فيه والو. في حب للايجار كانت الدار خضراء اها، ومن بعد صبغوها. وفاش تمثل هذاك الصيدام اللي فيه داك كيفانش تاتلوغ هو اللي مهند، ونيت نفس الممثله اللي مثلت في حب للايجار كاين سانغو. وقدامه كاين هاد الدار البنفسجيه فين شنو سميتو كارا بارا اشك، زعما عشق اسود، عشق ومال اسود هكا. مثلات فيه لاميس، وهذاك داك الممثل سميتو عمر، راه هو اللي مثل في مدام فاطمه، ديك فاطمه قالها قلتي عليه هو اللي جا البطل ديالها. صافي المهم اللي متبعتش غير فيها المانغال. زوينه نيس، هادي ساكنين هالناس؟ ساكنين كاينين صنادل ديال الناس. كنعسى هضر منك ساره لحقاش شحفتها، عتي مسكينه كتعاود تشرح وكتعاود تشرح، من بعد كنقولها بلاتي نسجل باش ما نتلفش على حتى شي حاجه. انا اللي هامني هو الجوله وعاجبني الحال. فغادي تاخذني لبلاصه اخرى، قالت لك كتلقى مكتوبين عند رسائل. انا شوف كنصور، واخا هادو ماشي منازل اللي داخلين فيهم الافلام، ولكن كنصور لكم الشكل ديال المنازل، صراحه زوين بزاف. وعجبني هاد الحي اكثر من حي بلاط اللي ولا دابا معروف بزاف ولا عامر اكثر من القياس. لكن هذا الجزء الثاني هي فاش كتلقى اكثر هنايا فهاد الحيطه، شوف دابا كيفرجوا ويا اصلا عرفتي باش معروف هذاك الحيط اللي قبلتنا في داك الشيء داك الجليج ولا ما نعرفش هذاك باش معروف. هي كانت كتهبط من هنا باش كتجي كتلقى كاتبين لها هنايا
اي والله الا هذه راه الثانيه اخر وحده هذه يناير ويلا هذا باش ميك اوزاري والله الا هي ما حيدوهاش دابا هذه نوريها لك راه عندي مصور شفتوا كيفاش متحمسة منين شافت هاد الجملة بقى مكتوبة في الحيط فرحت بزاف وأنا متأكدة أن ماشي هي غير بوحدي ساكنين بزاف اللي عزيزين عليهم لي سيري وكيتمنوا أنهم يمشيوا لهاد البلايص وغيفرحوا بزاف إلا شافوا الفيديو وكاينين الناس اللي ما كيزيدوا حتى شي حاجة هاد الشيء عادي في حالي صراحة يعني ماشي غنقول لكم حيت ما متبعاش مسلسلات ولكن واخا عندي شي مسلسلات كنت متبعهم شحال هادي فما عمرني ما منين جيت لتركيا ما عمرني ما فكرت انني نقلب على المنازل ديالهم ونشوف فطحت عليا الفكرة حيت بزاف البنات كانوا كيكتبوا لي كيقولوا لي عافاك سيري صوري لينا المنزل الفلاني سيري صوري هادي وكنتسائل كنقول علاش بغاو يمشي نصور لهم المنزل الفلاني وهو مصور فيه في مسلسل على قدو فدابا عاد فهمت فشكرا بزاف سارة الحماس ديالها هو اللي حمسني انني نمشي نشوف هاد البلايص هي مشات شافتهم وخداتني باش نمشي نشوفهم وبقينا كندورو وكنشوفو كتعاود ليا بزاف الاسماء صراحه هنايا ديفني كتكون كتجري راه الدار ديالها كانت خضراء من في حب للايجار كاين العشق داك الاسود من بعد جا الاستدام وردو الدار ديال الكوميسير كنظن بالمارو مهم واحد شلاضه المهم شي حاجه عقلت عليها شي حاجه لا شي حاجه سجلتها باش نقولها لكم عاد باش هي مسكينه دابا كنهضر معاكم وكتصيفط ليا في الواتساب الاسماء باش نذكرهم فقلت لهم شوفوا انا غادي ندير التعليق ديالي هند يعني بلا ما نبقى نعرض عليكم الافلام اشنو كاينين فبغيت نوصل لكم غير باللي هاد البلاصه زوينه بزاف يعني سواء كنتو من عشاق المسلسلات او لا في حالي غادي يعجبكم الحال شوفوا دابا هاد المنظر كانت واحد الهبطه دايره درديبه حنايا نازلينها وعينا يعني راه واخا داك ما يسبانش مزيان كيف كتشوفوا في الراس ديال الطوموبيل راه غتخرج كيبان لكم نيشان تماك كيبان لكم البحر عرفتي واحد المنظر زوين ما نوصفش لكم يعني المنظر كيفاش داير واحد الهدوء هنايا وكنت قريت تعاليق واحتاجوني تعاليق حيت في الانستغرام دائما فيما كنمشي لشي بلاصه جديده كنشاركها في الانستغرام في ستوريات يعني الناس اللي كاينين تماك كيشوفوا كل شيء اول باول كيتفاعلوا معاه كنهضروا عليه يعني كنقولوا بزاف ديال الحاجات كيسولوني على بزاف الحاجات كنجاوبهم فكانوا بزاف الناس قالوا لي الدنيا خاويه يعني صورت ستوريات كانت الدنيا خاويه وسط هذيك الديور قالوا لي واش هاد الديور ناس ساكنين فيها ولا فقط يعني بلاصه ديال التصوير لا فهاد الحي هو الناس كيسكنوا فيه يعني ماشي بلاصه كيتصور فيه فقط ناس ساكنين تماك على راك تشوفوا دابا كاينين الناس غير هما ناس خدامه ولا الناس في الديور ديالهم وانا ما كنتش خصوصا في الانستغرام يعني ما كنتش كنشد الناس يعني كنشد غير فقط الديور ولا المناظر وحتى كيبان ليا شي واحد يعني غيدوز يعني كنحيد داكشي كما كنقولوا بحال كندير مونتاج مي هنايا وريتكم يعني كلشي كما هو يعني الناس ساكنين هذا كنظن انه اوتيل كبير وقالت لي ايضا هذا المنزل قالت لي حتى هو ممثل فيه شي فيلم ولكن ما عقلاش على شي حاجه ممثله هنايا مسلسل اولا فيلم تركي اللي يعرف هذه الحاجه يكتبها لي لتحت في التعليق باش نعرفكم واش شادين مزيان المسلسلات اولا لا فحنايا صافي دابا درنا واحد الدوره خفيفه وغادي نخرجوا على الشارع منين جينا باش نوريكم منين غناخذوا العباره اللي غادي نمشيو بها ان شاء الله حتى الايمينونو بارخص ثمن وهاد القضيه صراحه الفضل كيعود لساره هي اللي وراتها ليا ونوريكم ان شاء الله هادي على ما اظن القنصل ديال اسبانيا كما كتشوفوا العلم الاسباني تما قلت لكم قبيله قريت بان كاينين قنصليه لروسيا وايضا اسبانيا في هاد المنطقه وهنايا راه كيف كتعرفوا كاينين بزاف ديال
ديال الحدائق، كاين بزاف ديال 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 البلايص الزوينه في صارير صراحه. راه سبق ليا وانا كاين شي حاجات اللي مشيت ليهم فحال المول ديال وادي اسطنبول، المول ديال إستينيا بارك، هادو ما كنتش عارفهم انهم محسوبين على صارير، فهما كلهم. كاينه حتى الغابه ديال بلغراد كيف كتشوفوا المحطه ديال الباص هنايا، ها شنو السميه ديالها الا بغيتو تجيو في الباص، يعني كما وريتكم من المترو تاخذوا الباص وتجيو. غير هو الباص ملي كيكون جاي من جهه ديال المترو كيدوز من هذيك البلاصه اللي لهيه، وملي كيكون راجع كيرجع من هاد الزنقه، يعني فحال هذيك كيدير الدوره، كيمشي من واحد القنت وكيرجع من الجهه الاخرى. وحنا راجعين عاودنا رجعنا على المنزل ديال العشق الممنوع، ايضا ديال فضيله وبناتها اللي هو هذا، كتعاودوا ترجعوا ليه رانا الشارع، يعني البلاصه ماشي بعيده بزاف. كما قلت لكم في يوم واحد او في صباح واحد يمكن لكم ديروا هذا الشيء كامل، يعني ماشي شي بلايص اللي بعادين على بعضياتهم اللي غتاخذوا وقت كبير. وتقدروا ترجعوا المركز اللي حنا غاديين فيه، منين غادي تاخذوا يعني الباخره تماك كاين فيه يمكن لكم تاكلوا. الجو داك النهار كما قلت لكم كان ممطر، كان الجو متقلب، البحر كيف كتشوفوا يعني كان هايج شويه، كان كيرش الماء هنايا، فردوا البال، يعني من الاحسن انكم تمشيو يكون شي جو يكون زوين، يكون شميشه، راه الماء كان كيوصل حتى للبعيد، راه كتشوفوا الناس كلهم هربانين باش ما يفسكوش. فغادي ترجعوا كما قلت لكم هكا حتى يعني المركز باش ناخذوا العباره ان شاء الله نيشان ايمينونو. العباره راه موجودين، غنعطيكم الاوقات ديالهم فين كيكونوا، اكيد ما كيكونوش كل وقت، كيكون عندهم الاوقات اللي كيكونوا معلقين في الجهه اللي هي في ايمينونو، غادي نصورهم لكم. وايضا هنايا باش تعرفوا الوقت ديالهم هي هذه الاسكاليه سميتها سارير اسكاليه. قلت لكم الا بغيتوا تكملوا المركز نيشان يمكن لكم تمشيو تاكلوا، راه كاين تماك هذيك ميديا جي احمد، راه كاين تماك، كنت سبقت صورت لكم في الفيديو السابق. بالنسبه للتعريفه راه بحال التعريفه ديال الباص، بحال ركبتوا في طوبيس رخيصه بزاف. انا كنت سبق درت لكم الفيديو ديال الجوله في البوسفور، كنت درتها ب 75 ليره ساعه ونص، وهذه راه فيها تقريبا ساعه ونص حتى لساعة و 45 دقيقه، وكديروها فقط ب 7 ليره و 67، يعني رخيصه بزاف، والاخرى 75 ليره. كيف كتشوفوا حنا شدينا الباخره اللي كانت طالعه مع الوحده و 35، اللي غنوصلوا ان شاء الله غادي نوريكم اللائحه ديال التوقيت. هو شويه كيدوخ ولكن غادي نحاول نشرح لكم التوقيت اللي كيكون. كيف كتشوفوا الباخره كانت كتسنانا غير حنا، يعني كنا في الدقائق الاخيره، راه هي كتمشي لايمينونو باشي كتاش، يعني كدير واحد الجوله اللي هي كبيره، يعني غادي تعيشوا في الباطو. كيف قلت لكم راه تقريبا ساعتين لاروب وهو كيدور بينا، يعني من محطه لمحطه. ف يعني هو زوين، يعني كتشوفوا بزاف ديال الحاجات كما قلت لكم فحال هذيك الجوله اللي كديروا في البوسفور، يعني ما تحتاجوش انكم تخلصوها، ديروا هذه حسن لكم. عاد زيدوا الاكل هنايا في الباخرات هادو حيت كيكونوا تابعين للدوله، كيكونوا رخاص بزاف، يعني المشروبات، البسكويات، اي حاجه خديتو هنا كتاخدوها بثمن اللي هو رخيص، ما كيكونش الثمن ديالها غالي. كاسه ديال الشاي فقط 5 ديال ليرات، والطوست ب 15 ليره، يا اما كتاخذوا طوست فقط بالجبن او لا يمكن لكم تاخذوه بالكاشير الداخل. 20 ليره يعني طوست زائد الشاي تقريبا واحد دولار او لا واحد اورو، شي 12 درهم هكاك، يعني رخيصه بزاف، 240 ريال تجلسوا تاكلوا، يعني الا بغيتوا بسكويات اي حاجه. وكما كتشوفوا وانتم جالسين وانتم كتشوفوا داك الجوله كامله اللي دازت، راه تقريبا كاع داكشي اللي شرحته لكم في الفيديو ديال اللي عطيتكم التفاصيل في الفيديو ديال الجوله بالبوسفور، راه بحال غادي تشوفوه من هنايا من جديد، يعني راه كلشي داكشي اللي شفتوه غتعاودوا تشوفوه. حاليا مع البرد يعني اغلبيه الناس كيجلسوا هكا في البلاصه اللي مغطيه لتحت كتكون دافيه، اما الفوق يعني في الهواء الطلق كاين البرد بزاف خصوصا وسط البحر، اغلبيه الناس ما كيجلسوش الفوق. غادي نصور لكم من بعد الفوق، وحنا مع هذا البرد ومع هذا الجو ومعك الناس دربانين ما جلسناش كلينا، فكل شويه كنعيطوا على طوس صراحه بنين ورخيص،
مع ذاك الشيء دفانا شوية حيت كنا عوالين أننا ناكلو سمك في المركز ونصور لكم، ولكن منين لقينا الباطو كان غيخرج بدقائق فقلنا ما نزقلوش باش ما بقوش نتسناو بزاف، فركبنا فيه وهو كما قلت لكم راه كيبقى غادي وكيوقف بزاف ديال المحطات، داك الشيء علاش كيطول الطريق بزاف. كاين هذه المحطه ديال اميركان كيوقف كما قلت لكم بزاف المحطات، اخر المحطات كتكون هي بشيكتاش ملي كتقربوا البوتو تنزلوا بشيكتاش، من بعد عاد باش ايمينونو وكيدوز على ثلاثه ديال الجسور كاملين كيدوز عليهم. فكاين هذاك الجسر الاول اللي كيكون منين كتبداو فيه هو اللي كتدوز فيه داك لوطوروت سميتو يافو سلطان سليم، وعاد كاين المتوسط اللي سميتو فاتح السلطان محمد، عاد كاين اللي قريب من اورتاكي اللي كتشوفوه هذاك هو اصلا كان السميه ديالو بوسفوروس ولكن سموه 15 اومبشتيموس يعني 15 يوليوس، تماو على وديت شهداء اللي كانوا توفاو تماك في 15 تموز، ولكن اغلبيه الاتراك ما كيفضلوش انهم يعيطوا عليه هكا، كيفضلوا ان يبقاو يعيطوا عليه جسر ديال البوسفور العادي. وحنا دايزين من تحت هذا القصر فكتقول لي يا ساره بلي هذا القصر كيتعتبر هي ما متاكداش انه هو ثاني اغلى قصر في العالم، ولكن اللي متاكده منه انه ما بين 10 اغلى قصور في العالم. وغادي ندوزو ايضا بالنسبه لهذيك روميلي حصار، فحاليا دابا راه مسدوده كما كتشوفوا راه كيرموا فيها بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو يشوفوها. سبق ليا وقلت لكم قلتها لكم في الفيديو ديال المتاحف اللي كاينين في اسطنبول، يمكن لكم تدخلوا ليهم بديك الكارت ديال اسطنبول. فالجولة صراحة ما كتحسوش بالوقت، يعني كتشوف بزاف ديال المعالم سواء في الجهة الأوروبية والجهة الآسيوية أيضا، كما كتشوفوا راه الجسور اللي قلت لكم ثلاثة كدوزوا عليهم، أيضا كما سبق لي وصورت لكم هذاك هو البرج ديال تشاملجا، راه هو لهي كيبان أعلى برج في تركيا كاملة، وتماك المسجد ديال تشاملجا هو أكبر مسجد أيضا في تركيا، سبق لي وصورت فيديوهات عليهم راه غتلقاوهم لتحت. وهنايا جينا للحي الراقي الجميل اللي شي نهار ان شاء الله نصور لكم فيه، اللي هو بجنب الحي ديال بيبيك، انما هذا اللي قبل هذا الحي زوين سميتو ارنافوتكوي، عقلوا عليه مزيان، راه كاينه محطه ديالو كتمشي وعقلوا هاد الديور اللي كاين هنا، هاد المنازل الملونه غنحط لكم التصويره ديالها، المهم التصويره نحط لكم التصويره في الانستغرام وفي جوجل فين غتلقاو، غنوريكم التصويره الحقيقيه تما، ولكن صراحه زوينه هاد الطوله كامله كتقدروا تمشيو على رجليكم. حي اللي راقي فيه ديور زوينين، كاين مقاهي كاين كافيات اللي رائعين، غيعجبكم بزاف الحي الا بغيتو تمشيو ليه وتاخذوا فيه الصور، خصوصا هاد المنازل اللي هنا راه كاينين حداهم الماء، الشكل ديالهم زوين راه معروف بزاف الناس كيمشيو يتصوروا تماك. وكان سبق ليا بزاف ديال البنات اللي سولوني على هاد البلاصه فين نمشيو ليها كيفاش نديرو، وريها لينا ان شاء الله شي نهار نصورها ليكم، دابا غير دايزه كنحاول نوريكم قبل ما نوصلوا لايمينونو اشنو يمكن لكم تشوفوا هنا وهنا. جوابي ايضا على الناس اللي باقا كتسال كتقول لي تركيا حاليا بعد الانفجار اللي وقع في تقسيم اشنو كاين اشنو هذا، حاليا ما كاين حتى شي حاجه، عادت يعني الحياه العاديه، تقسيم عامر استقلال عامر، الناس كتمشي ليه عادي، يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه، الحمد لله الاوضاع حاليا يعني مستقره. وايضا دابا راه من بعد ما شي اللي طرا كاين بزاف ديال الاجراءات بزاف ديال يعني تشدوا بزاف ديال المراقبه، يعني ما غيكون حتى شي حاجه ان شاء الله، غير خليوا الرحلات ديالكم ما تلغيوهمش. كما كتشوفوا داك القصر ديال دولما باهتشي، يعني اننا قربنا من المنطقه ديال بيشيكتاش، من مورا غادي تدوزوا غيبان لكم هنايا غالاتابور، غالاتابور ايضا صورت لكم في فيديو، هو الميناء الجديد اللي تفتح اللي كاين فحال المول، راه من هنايا كيبان لكم البرج ديال غالاتا، يعني وهنا كيبدا يبان لكم المعالم قراب من ايمينونو، قربنا نوصلوا لايمينونو، فغادي ننزلوا تماك غادي نوريكم التوقيت والجهه فين كاين العباره، اذا بغيتوا تجيو يعني ماشي ترجعوا من صاريير، بغيتوا تمشيو لصاريير من العباره من ايمينونو نيشان، ويمكن لكم ايضا تعودوا ترجعوا في العباره او ترجعوا من المترو، كيبقى ديك الساعه الاختيار ليكم.
كيف كتشوفوا دابا وقفنا في المحطه ديال امينونو اللي هي اخر محطه، يعني ما غايزيتش مازال شي بلاصه اخرى، بالعكس عاد يركب دابا الناس لامينونو. كما كتشوفوا هذه الامينونو راه كاين بزاف ديال الاسكاليه، يعني بزاف ديال الجهات اللي كيركبوا فيهم من الموانئ. هنايا غتمشيو الرقم 2، رقم 2 راه الفوق مكتوب ساريير. شوف كيفاش مكتوبه ساريير، راه كيكتبوا لك راه هنايا 3:10 ديال الدقائق كاين ساريير، ايميرغان، ايسينيا، بوكديري. بوكديري هي اللي وريتكم ديك المحطه اللي دخلنا فيها المسلسلات، هنا راه كما كتشوفوا راه صافي سدوا. بالنسبه للناس اللي جايين من السلطان احمد راه كتجيو من تما، كاين هاو الترامواي قدامنا راه كيحطكم قدام المحطه سميتها ايمينونو، راه المحطه كتنزلوا من تما كتقطعوا الشانطي وكتدخلوا من هنايا الاسكاليي اولا المحطه ديال يعني الميناء كما كيقولوا الميناء رقم 2، عقلوا 2 هي ايمينونو، حيت كاينين بزاف ديال الارقام. هذا هو التوقيت ديال البواخر كما كتشوفوا، راه هو هذا هذيك اللي كنا جينا فيها هي 13:10 يعني من لهي، ولا بغيتو تركبوا من ايمينونو يعني من ايمينونو تنطلقوا، فهادو هما الاوقات كيبداو في الصباح مع 10:45 واخر واحد هو مع 8:15. بالنسبه لواحد الحاجه راه جديده كان بزاف الناس سولوني عليها، ما عنديش معلومات كافيه حاليا باش نقدر نمدها لكم. كما كتشوفوا كاينه واحد اسطنبول سيتي كارد خرجت جديده، اللي عارفه دابا حاليا من الكيشي ان ما كيمكن لكش تشريها بالكاش يعني بالنقود، خاصك ضروري يعني كارت ديال البنكه. هاد الكارت كتخولك ان كتختار يعني ديال اليوم 3 ايام 5 ايام حتى ل 15 يوم كتكون عندك فيها الترونسبور، ولكن جاتني غاليه كما كتشوفوا 7 ايام يعني جاتني غاليه. وهاد الكارت راه كتاخذوها راه كتكون ديال شخص واحد، يعني راه ما يمكنش تركب يعني تستعملوها نتوما بزاف ديال 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 الاشخاص. ان شاء الله منين نعرف معلومات اكثر عليها عاد باش غادي نقدر نتكلم لكم عليها، دابا ما يمكنليش نجي ونهضر. كيف كتشوفوا الا غير تخرجوا من الاسكاليه غديروا على يديكم اليمين غادي تمشيو هنايا الجهه راه تماك فين كاين السوق المصري ومحمود باشا من تماك، وهنايا راه هو الاسكاليه تماك، حيت كاينين بزاف ديال الارقام كما قلت لكم. رقم 1 اللي هي كنظن هي ديال البورصه، وراه كتكونوا غادي جايين هنا كتبان لكم رقم 2 رقم 3، هذه هي رقم 3 كدير الاسكودار الجهه الاسيويه، هانتوما كتشوفوا مكتوب فيها اسكودار. الناس اللي غادي اسكودار غيمشيو في رقم 3، راه معروف ايمينونو هنايا يعني غنيه على التعريف، راه قريبه من السلطان احمد كما قلت لكم، يا اما تمشيو على رجليكم اولا تاخذوا المترو ترامواي، عفوا ترامواي راه كيحطكم في المحطه ديال ايمينونو، كتنزلوا من تماك وراه كيمكن لكم انكم تقطعوا الباخره ديالكم عادي وتركبوا فيها. هنايا كما قلت لكم تقدروا تنزلوا تمشيو للسوق المصري من الجهه الاخرى، وهنا وحنا غاديين نيشان في الجهه كما فين كاينين هذوك الساندويشات ديال السمك غنلقاو هذا ديال كاديكوي، هذا رقم 4 ديال كاديكوي كيف كتشوفوا هما الناس كيتسناو، وحنا مازال غادي نبقاو غادي نيشان غير باش نعطيكم شويه فكره على البلاصه. هذا هو الجسر ديال كاراكوي على اليمين ديالكم، الا مشيتوا في هذا الجسر نيشان غادي توصلوا لغلاطة كما كتشوفوا البرج ديال غلاطة، ويمكن لكم تطلعوا على استقلال وتقسيم على رجليكم. كاينه غير واحد ماشي كاينه غير واحد الطلقه، كاينه طلعه يمكن لكم تطلعوا اولا تركبوا في هذاك المترو الانفاق اللي ثاني اقدم واحد في العالم اللي كاين تحت الارض. هنا راه كاين مرافق يعني صحيه ولا مراحيض اعزكم الله كاينين تماك ديال النساء والرجال في هذا التونيل اللي كاينه قبل من هذوك اللي كيبيعوا ساندويشات ديال السمك. وحنا دايزين لقينا ايضا كيصوروا هنايا يا اما مسلسل اولا كليب، صراحه ما نحددش لكم وين كيصوروا في شي حاجه، وكانت شي وحده مشهوره ما عرفتهاش. هادو هما اللي كيبيعوا الساندويشات ديال السمك، وهذه الساحه الشهيره بإيمينو، ولكن هو راه كيبقى ايمينونو يعني كاين هذيك الطواله كامله راه مازال كاينين البواخر هنا القدام، كاينه حيت هذوك البواخر اللي دزنا فيهم دابا 1 2 3 هذوك كاملين ديال الدوله، وكاينين وحدين اللي كاينين في القطاع الخاص اللي ما كيقبلوش اسطنبول كارد كتخلصي بالفلوس، فهما اللي كاينين القدام منهم نيت كاين هاد اوسمان لي لوكما
لقمة كما كيقول القاضي زوينة اللقمة، ماشي لقمة القاضي إنما سميتها اللقمة. كاينه شي وحده هكا حلو يعني، كانت مع عند السوريين كيقولوا لها لقمه القاضي، كنظن الاخرى هذيك اللي كتدار في الثلاجه، المهم لخبطت الحاجات. هذه هي ايمينونو، ايضا كيتسمى هذا المركز كامل. وهنا فين كيدار ديك الجوله بالبوسفور اللي كنت قلت لكم، راه هي الثمن ديالها 75 ليره، وحنا راه درناها فابور 7 ديال الليرات ولا 8 ديال الليرات، يعني راه لا مجال للمقارنه. وهنا راه كاين الاسكاليه ديال كاديكو اسكودار. هنا يمكن لكم تخلصوا باسطنبول كارت، كما يمكن لكم ايضا تخلصوا بالتيكي، يعني كتاخذوا تذاكر تقريبا على ما اظن شفت الثمن 15 ليره. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، نكون عطيتكم بزاف ديال المعلومات، شرحت لكم بزاف ديال الحاجات استفدتوا منه. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على التعليق الزوينه، على اي حاجه كتكتبوها ليا او اللي كتشجعوني. نتمنى نكون دائما خفيفه على قلوبكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه. الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.